بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلاب الصف الخامس الابتدائي الآن مع الدرس الرابع عشر والأخير من منهج الاجتماعيات للصف الخامس في الفصل الدراسي الأول، وهو عن المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية. يتكون موطن المملكة العربية السعودية من 13 منطقة إدارية، زي ما واضح قدامنا هنا على الخارطة 13 منطقة إدارية. هذه المناطق يرأس كل منطقة إدارية أمير المنطقة، تكون من محافظات من فئتي ألف وباء، وكل محافظة يتبعها مراكز من فئتي ألف وباء، زي ما واضح المنطقة بعد تي المحافظة. المحافظات فيها محافظات ألف كبيرة وكثيرة السكان، ومحافظات باء بتكون أقل حجما من حيث المساحة والسكان. كذلك المراكز ألف وباء تتبع لكل محافظة. المناطق، أول منطقة وأكبر منطقة هي منطقة الرياض ومدينة مقرها مدينة الرياض، وتقع في وسط المملكة العربية السعودية، فيها العاصمة الرياض، فيها مقر الدولة والأجهزة الحكومية، وهي منطلق توحيد المملكة العربية السعودية. محافظة الرياض من أكبر محافظات منطقة الرياض الدرعية والخرج والدوادمي والمجمعة والقويعية والأفلاج وادي الدواسر الزلف والشدرة وحوضة بن تميم وعفيف والغاب. ما المهرجان الذي يقام في بمنطقة الرياض سنويا؟ اللي هو مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة. ما اسم المطار الدولي في الذي يخدم منطقة الرياض؟ اللي هو مطار الملك خالد الدولي. المنطقة الثانية في الأهمية منطقة مكة المكرمة ومقرها مدينة مكة المكرمة، وأهميتها تنبع من وجود المسجد الحرام والكعبة المشرفة. تقع منطقة مكة المكرمة في غرب المملكة العربية السعودية، ومن خصائصها أنها هي مهبط الوحي، وتضم المقدسات الإسلامية منها المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومشاعر الحج مثل عرفات ومزدلفة ومنى، ووقوعها على ساحل البحر الأحمر. من أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة جدة والطائف والقنفذ والليس ورابغ وخليص والخرمة ورنية وتربة. هنا أين يتجه المصلون في قبلتهم؟ المصلون بيتجهوا إلى مكة المكرمة، والمدينة الساحلية الكبيرة في منطقة مكة المكرمة اللي هي مدينة جدة ومحافظة جدة. ثلاث منطقة المدينة المنورة ومقر الإمارة مدينة المدينة المنورة، والموقع تقع في غرب المملكة العربية السعودية، ومن خصائصها أن فيها المسجد النبوي، تطل بعض مدنها على ساحل البحر الأحمر، فيها المعالم والآثار الإسلامية مثل مسجد قباء وجبل أحد وموقع بدر. من أكبر محافظات منطقة المدينة المنورة ينبع والعلا ومهد الذهب والحناكية. بالمدينة التي تقع في منطقة المدينة المنورة وتطل على البحر الأحمر اللي هي مدينة ينبع طلع على البحر الأحمر. ما الحدث التاريخي الذي ارتبط بجبل أحد؟ وهو غزوة أحد. منطقة القصيم مقر الإمارة مدينة بريدة، وهي تقع في وسط المملكة العربية السعودية تقريبا، ومن خصائصها أنها تمتاز بثروتها الزراعية، ومن أشهر محاصيلها الزراعية التمر، فيها وادي الرمل ورافده أطول وادي في المملكة العربية السعودية، فيها مواقع أثرية موقلة في القدم. من أكبر محافظات منطقة القصيم عنيزة والرص والمذنب والبكيرية والبدايع. نشاط أربعة، أين تقع عين عبس التي يرجع إليها عنترة ابن شداد في منطقة القصيم؟ تقع في بلدة القصيباء. أبرز منتجات منطقة القصيم اللي هو التمور. أبرز منتجات منطقة القصيم التمور بأنواعها المختلفة. خمسة، المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام، موقعها تقع في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية وتطل على الخليج العربي. من خصائصها تعد من أغنى مناطق المملكة العربية السعودية بالنفط، وفيها أكبر حقول نفط في العالم، وتحوي مزارع نخيل كثيرة، وهي مواقع تاريخية لحضارات قديمة وتطل على ساحل الخليج العربي. من أكبر محافظات المنطقة الشرقية الأحساء، حفر الباطن، الجبيل، القطيف، الخبر، العديد، الخمية. ماذا تسمى المنطقة الشرقية تاريخيا؟ تسمى بالبحرين. أين يقع أول مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة بعد المسجد النبوي الشريف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو مسجد الجمعة. منطقة عسير تقع في جنوب غربي المملكة،
خصائصها تتمتع بموقع جغرافي فريد بتضاريس متنوعة تعد المناطق السياحية المتميزة لما تتمتع به من مناخ معتدل والجبال وجمال طبيعة تتميز بتراثها الاجتماعي العريق. من أكبر محافظات منطقة العسير خميس مشيط وبيشة والمماص ومحايل وظهران الجنوب وتثريث. أين يقع وادي أبها؟ يقع جنوب غرب المملكة. لماذا ارتاد السياحون من الدخل خارج منطقة العسير لاعتدال جوها وجمال الطبيعة فيها؟ منطقة تبوك مقر الإمارة مدينة تبوك تقع في الجهة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية. من خصائص تمتاز بالآثار التاريخية الإسلامية والقديمة تتمتع بها زراعية كبيرة تطيل بعض مدنها على البحر الأحمر. من أكبر محافظات منطقة تبوك الوجه ضبة وتيماء وأملج. ما الغزوة التي ارتبطت بمنطقة تبوك في العهد النبوي؟ هي غزوة تبوك. ما المدينة التي فيها بئر هداج في منطقة تبوك اللي هي مدينة تيماء؟ مدينة تيماء. منطقة حائل موقعها أو مقرها مدينة حائل وموقعها تقع في شمال المملكة العربية السعودية. وخصائصها تمتاز بتنوع تضاريسها ما بين سهول وجبال وتكوينات رملية. منطقة زراعية ورعوية لأفرة مصادر المياه فيها تشتهر بجبلي أجا وسلمى. من أكبر محافظات منطقة حائل بقعاء. لماذا سميت حائل بهذا الاسم؟ سميتها بهذا الاسم لأن موضعها يقع ما بين أرض اليمامة وشمال المملكة العربية السعودية. أشهر الجبال في منطقة حائل جبل أجا وسلمى. جبل أجا وسلمى. منطقة الحدود الشمالية ومقرها مدينة عرعر وموقعها تقع في أقصى الشمال من المملكة العربية السعودية. تعد من أكبر المناطق في مجال الثروة الحيوانية في وطني. منطقة غنية غنية بالمعادن مثل الفوسفات. فيها مناطق أثرية وتاريخية. من أكبر محافظات منطقة الحدود الشمالية رفحة وطريف. نشاط 9 اشتهرت منطقة الحدود الشمالية بمشروع نفطي كبير كان يربط شرق المملكة والبحر المتوسط وما هو اللي هو بخط أنابيب التاب لاين. خط أنابيب التاب لاين. منطقة جازان تقع في أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية ومقرها مدينة جازان. الخصائص تمتد بخصوبة التربة وكثرة الأودية. تشتهر بالزراعة واستزراع الروبيان والأسماك وصيدها. تشتهر بالجزر البحرية الجميلة. من أكبر محافظات منطقة جازان صبية وأبو عريش والصامتة والدرب وبيش. ما أشهر الجزيرة تابعة لمنطقة جازان اللي هي جزر فرسان. أشهر منتج زراعي استثماري في منطقة جازان وهي في منتج زراعي استثماري اللي هو المانجو والروبيان وزراعة الأسماك. المنطقة رقم 11 اللي هي منطقة نجران. ومنطقة نجران تقع في جنوب المملكة العربية السعودية ومقرها مدينة نجران. خصائصها تمتاز بكثير من الآثار التاريخية القديمة. تشتهر بمنتجاتها الزراعية. تشتهر بتضاريسها المتنوعة. من أكبر محافظات منطقة نجران شرورة. وقعت في منطقة نجران قصة أصحاب الأخدود هم الآية القرآنية التي ذكرتها اللي هي في منطقة الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ما أبرز معالم منطقة جازان السياحية اللي هو سد وادي نجران. سد وادي نجران ده من المناطق السياحية في منطقة نجران. رقم 12 منطقة الباحة ومقرها مدينة الباحة أو بالباحة وهي أصغر منطقة من حيث المساحة. تقع في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية. خصائصها جمال الطبيعة واعتدال المناخ. منطقة جذب للسياح بها غابات طبيعية. من أكبر محافظات منطقة الباحة الجرشي والمندق والمخواء وقلوة. من الصحابي المشهور في روايات الحديث النبوي الذي قدم من منطقة الباحة؟ هو أبو هريرة اللي هو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. اسم القرية التاريخية في المنطقة قرية الملد التاريخية في منطقة الباحة. المنطقة الأخيرة اللي هي منطقة الجوف ومقر الإمارة مدينة السكاكة وموقعها تقع في الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية. ومن أهم محافظات منطقة الجوف القريات ودومة الجندل.
خصائصها تمتاز بوفرة مياهها وعذوبتها، وتعد أرضها من أخصب الأراضي الزراعية، فيها مواقع تاريخية عريقة. بماذا تشتهر منطقة الجوف في الزراعة؟ تشتهر بزراعة أشجار الزيتون، وكانت تسمى مدينة قيدار قديما، فما هي اللي هي المدينة المشهورة بدومة الجندل، وكان فيها واحدة من الغزوات الإسلامية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.